ثمن العائدون من تركيا ظروف فترة الحجر الصحي بالمركب السياحي بولاية بومرداس بعد تكفل طبي وصحي إلى جانب مختلف الخدمات الأخرى. ليلى محمد محتوتة. أزيد من 300 شخص غادروا المركب السياحي لولاية بومرداس بعد قضاء فترة الحجر الصحي دون تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا. قاموا بنا في الماكلة في كلش حاجة ما خصنا الحمد لله. يا أختي شا غادي نقول لك من راه يستعنا حتى العامل النظافة اللي راه هنايا فيها ورانا كاع الله يعطيهم الصحة. الحمد لله في الحجر الصحي الثاني فيها 350 والحمد لله ما لقينا حتى كادو كوفيد سلمو يافي كالكو بعض المرضى حاجه واحده اخرى كما مرض السكر لا طونسيون اي تو. السلطات المحلية من جهتها تؤكد عزمها على مواصلة التكفل بكل العائدين إلى أرض الوطن. تبقى ولاية بومرداس مجندة لاستقبال إخواننا العالقين بالخارج حتى آخر مواطن جزائري بإذن الله. ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية والخروج إلا عند الضرورة هي السبيل الأنجع للتصدي لكوفيد-19.